قديماً كان الجلباب البلدي أو العباءة الصوف ثوباً مميزاً للبشوات والأعيان وحتى الفقراء في القرى والأقاليم بالوجه البحري وصعيد مصر. ظريف صبحي أحد محترفي هذه المهنة، وسنعرف معه سوياً كل ما يتعلق بصناعة الجلباب، ولتكن البداية مع مراحل وأشكال الجلباب المختلفة. الجلابية كذا مرحلة. أول حاجة قص الجلابية اللي هي توضب الجلابية فيها نفسها واخد لبالك، والمرحلة الثانية اللي هي المكنة يشتغل عليها المكنة، والمرحلة الثالثة الإيطان واخد لبالك، وبعد الإيطان أنت بتفنش الشغل كله نفسه، المكوه لغايه ما تكيسها له كده ويستلمها الزبون. كل بلد لها طلب في التصنيع نفسه، يعني في عندك الوجه البحري، بالنسبه للوجه البحري بيحبوا يلبسوا الكم مثل الخط دوت، بدل ما يبقى كده الخط بالعرض بيحبوا يلبسوا الكم في الطول وخلي بالك، وعكس الصعايده بيلبسوا الكم بتاعهم بالعرض واخد بالك، فكل بلد لها تفصيل معين. في زمن سيطرت فيه المنتجات الصينية على كل شيء، يقاوم صانع الجلباب البلدي أزمة انقراض هذه الحرفة، والتي نظرا لصعوبتها يعزف كثير من الشباب عن تعلمها. عشان تتعلم الصنعة دي يعني عايزة طولة بال، نفس الوقت عايز بتاخد وقت مع اللي بيتعلم في الصنعة. طبعا الشباب اللي طالع دلوقتي كل اي واحد فيهم دلوقتي عايز حاجه سريعه، مش عايز حاجه كده وخلاص واخد لبال سيادتك، عايز حاجه يعني يمسك فيها فلوس على طول. يشتهر الظريف صبحي بين زبائنه بصاحب المقص الذهبية، وياتي له الزبائن لتفصيل الجلباب من اقصى صعيد مصر. 98 انا وهو وانا وهندي، المقص بتاعهم المفروض اسمه المقص الذهبي، هدوم بيفصلوها ما فيش اي مقص اي حد يقص زي. داخل دكان عم ظريف تعرفنا سويا على اصل صناعه الجلباب التي قاربت على الانقراض، لتصبح صناعه الجلباب في مصر تاريخا يقاوم الفناء. احمد مصلحي، تلفزيون النهار.